اوكي راح اطلع الدرج. معليش عادي عادي معليش عادي 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 عادي. مين مننا ما مر بمواقف محرجة كل يوم مخه الجميل يذكرها يا قبل ما ينام وما يقدر يدخل بالنوم؟ واحدة من الأشياء المحرجة اللي صارت لي في المدرسة كانت في الصف الخامس الابتدائي. كنت أنا من النوع اللي دائما تلبس جاكيت، حتى لو كان صيف أي فرصة يكون فيها الجو شويتين بارد ومثلج على طول ألبس جاكيتي. كان هذا الموقف في الشتاء، سواء كنت لابس الجاكيت من بداية طلعتي من البيت، رحت المدرسة بالجاكيت، دخلت الفصل بالجاكيت، كل الحصص حضرتها بالجاكيت. لين جت الحصة الأخيرة وبدأت أحس إني شويتين أحر، فجأة فسخ الجاكيت وحطيته على جنب. إلا بعد شوية أحس إنه في بنت واقفة وراي وقاعدة تمسكني، وأنا مستغربة أحاول أستوعب إيش قاعد يصير. وإلا شويتين أسمع صوت السحاب حق المريول اللي كان جالس يصير إنه هذه البنت كانت قاعدة تنقذني، لأنني ما كنت أدري إنه حصل إني نسيت أسكر سحاب المريول. وهذه البنت أنقذتني، لكن مع ذلك لأنها قامت فجأة وكل بنات جلسين الكل لاحظوا فهم إيش صار وقاموا يضحكون. لكن لحسن حظي كانت هذه آخر حصة وما حد يقدر يكلمني عن الموضوع. ولما جاء ثاني يوم الجميع سوى ما حد جاب طاري، لكن أنا كل يوم كنت قاعد أفكر بهذا الموضوع. ولما طالع بالناس اللي كانوا معي بالفصل أقول أوه ماي جاد الحين أكيد قاعدين يفكرون بهذا الموقف. دائما الموقف المحرج يتذكرها الشخص اللي حرج لكن ما يتذكروها الباقيين غالبا. واحدة ثانية من المرات يوم كنت بالمتوسط كانت عندنا المعلمة بعض الأحيان تعطينا الدرس خارج الفصل، صراحة ما أدري ليش بس كان شيء صراحة يفتح النفس. ننزل على الساحة ونقعد الأرض وهي تشرحنا لو تتكلم. يمكننا قاعدين في الساحة، طبعا كل البنات الباقيين في فصولهم سو كانت الساحة لنا إحنا كلنا. سو يوم نزلنا الساحة كنا إحنا الفصل الوحيد اللي موجود فيها، فهذا يعني إنه كان المكان هدوء وفاضي. وطبعا يعني أنا لازم أفهي وأسرح شويتين بالشرح، فقعدت أطالع حولي وأستكشف. إلا شويتين ألاحظ إنه في بس دخلت المدرسة وأنا على طول مو مصدق إنه في بس، أبي أمسكها أبي ألعب معاها، لأنه لو هذا الشيء مو واضح إني دمجت القطاوة مع شخصيتي وهذا لأني أموت في القطاوة. طيب وأنا ما تموتي فيني؟ أنا مو بس أموت فيك، أنتي أغلى شيء عندي. أنا بعد حبك. هل هذا يعني إنه العضات اللي قلتي لي راح تعطيني إياها بطلتي منها؟ أصلا عادي. سو يوم شفت هذه القطة حاطط عليها عيوني وكان لازم بطريقة أجلني ألعب معاها ألمسها أي شيء أي شيء. وعلى حظي خلصت الأستاذ الشرح مبكر، فقالت لنا يمديكم تفسحون بالساحة وسوون اللي تبغونه كأنها فسحة، لأنه كان ورا هذه الحصة فسحة أصلا سو ما فرقت. سو أنا على طول رحت هذه القطة ورحت أحاول أمسكها وكانت معي صديقتي. يوم لقيتها جلست أطالع فيها والقطة كانت طالع فيني، وقعدت أتذكر كل الأفلام والكراتين اللي شفتها وكيف ينادون القطة وتجي عندهم. أو صراحة القطة ما لاحظها تجي في الكرتون، هم أغلب شيء ينادون الكلاب، لكن هذا اللي كان في بالي. المهم طالعت القطة ومديت يدي وقلت لها تعالي، واللي صار إنها طبعا ما جت. واو مين كان راح يتوقع؟ يعني أكيد هذه قطة شوارع لا هي مدربة ولا هي نظيفة ولا هي تعرفني. أنا إيش توقعت يوم مديت يدي وقلت لها تعالي كأنها راح تجي فجأة وتغير رأيها، لكن أنا ما استسلمت. كانت القطة صغيرة سو ما كنت خايفة كثير منها، وأنا صراحة واحدة حتى لو القطة عضتني خفيفة أو خدشتني ما أخاف إلا إذا كانت قاعدة تهجم علي، فرحت مسكتها وشلتها. لكني بصراحة ما كنت أعرف كثير عن القطط، صح إني أموت في القطط لكني للآن ما اقتنيت واحدة منهم. سو قعدت أحاول أشيلها لكن جسمها كان كل شوية يتزحلق مني من صغره. شلتها معي طلعت للدور الثاني عشان أروح لغرفة المعلمات. أنا ليش أخذتها معي لغرفة المعلمات أصلاً؟ أتوقع إنه الحارس كان يقول لي شيليها عشانها جوعانة وعشان لو طلعت الشارع راح تتعور. فرحت عند المعلمات وقالوا لي ارجعي نزليها، ليش جبتيها هنا؟ رجعت نزلتها ما أعرف شو تصرفت، إنه واحد يقول يرفعيها والثاني يقول لي نزليها، سو خليتها مكانها وتركتها وسحبت عليها. أتمنى إنه هذيك القطوة بخير. موقف ثاني حصل لي كان صراحة محرج كثير، خلوني أرجع من البداية. في الثاني ثانوي كانت عندنا معلمة رياضيات مرة رهيبة. كانت هذه الأستاذة عندها حركة مرة ذكية تخلي الطلاب يجون الفصل بدري على طول. كانت مقسمة الفصل على أشكال مجموعات وكانت تقول للبنات أول مجموعة تكتمل راح يأخذون ربع درجة إضافية على درجاتهم، فهذا سبب إنه البنات كانوا يتحمسون وقبل ما تنتهي الفسحة يروحون يقفون قدام باب الفصل عشان يدخلون أول شيء. في يوم من الأيام أنا حبيت أروح بدري الحصة مثل باقي البنات، لكني جيت مرة مبكر فقلت خليني أقعد على الأرض، وكانوا في أكثر من بنت واقفين. واحدة منهم كانت بنت كنت صراحة أشوفها مرة كول، لكن أدرتي كانوا في بنتين سابقيني وكانوا واقفين عند الباب. سو أنا وقفت بالجهة الثانية وقعدت أطالعهم أستنى، لأنه قلت أصلا مجموعتي بعضهم مرة يتأخرون سو إيش أقدر أسوي. قعدت أطالع بهالبنت وفتحت سالفة معي وقعدت أسالف معاها وكنت متحمسة. وتعرفون لما الواحد يتحمس بالسوالف يحرك يداته لا إراديا، فأنا سويت هذه الحركة بيدي، وهذه الحركة مهمة في هذه القصة. ليش؟ الحين راح تعرفون. كنت أنا مسوي هذه الحركة وموجهة يدي إلى خارج جسمي، يعني يدي توازي رأسي أو وين أنا قاعدة أطالع. وأنا كنت قاعدة أطالع هذه البنت، فهذه البنت كانت كمان متحمسة بسالفتها وكانت قاعدة تكلمني، فقربت عني حطت يداتها على أكتافي، ولما حطت يداتها على أكتافي خمنوا وين يدي كانت؟ صارت يداتي في مكان شويتين حرج شويتين ضيق، أنا ما أقدر أتحرك. سو أنا هنا كنت صراحة مرة خجلانة وحاولت أبقى ثابتة وما أتحرك ولا أتنفس نفس واحد عشان ما تحس. هم ما كانت دارية، بنت لسه قاعدة تكلمني ولسه قاعدة تحكي ولسه حاطة يداتها على كتفي وتطالعني ومتحمسة فيني وبتدخل فيني. فبعدين ما كثر التوتر كنت مرة أبغى أنزل يدي فحركتها شويتين، وتعرفوا لو تحركون يدكم هناك ما في غير حاجة واحدة ممكن تطير.
رجعتها على طول وبطلت احركها. استنيت لما تخلص السالفة وتراجعت لورا ونزلت يداتي وانا اخذ واخيرا الحمد لله ما صار شيء. طبعا هذا شيء قلته براسي ما حقوله بصوت عالي. فالبنت رجعت وقفت عند الباب واحنا خلصنا السالفة. وانا كنت بطلع شيء من شنطتي الا شوية ثاني اسمع البنت تقول كأني حسيت انه كان في شيء يتحرك في هذيك المنطقة. اوه ماي جاد. وانا هنا قاعد اضحك واقول انا سويت وضعية بعدين انت قربتي عني وصار مكاني يضحك. ادفنوني ادفنوني ادفنوني. اشترك. وننتقل للقصة اللي بعدها. في المدرسة كان متعارف عني أنا البنت الشاطرة والهادية. ما كنت توب 1 ولا 2 ولا 3 لكن كان معروف عني إن العقل هادية مؤدبة ما أسوي مشاكل وحلوة جباتي. سو يوم من الأيام كان عندنا حصة عربي والأستاذة كانت بتروح عند غرفة المعلمات وكانت حتطول هناك. سو جت هذه الأستاذة عند البنت الدافورة والشاطرة مو أنا واحدة ثانية وقالت لها أبغاك تصيرين عريفة على الفصل. هذه البنت صراحة كان واضح إنها ما هي ناقصة ولا تبغى تاخذ مسؤولية وتبغى تريح نفسها. سو قالت أستاذة إيش رأيك تخلينها نادية تصير عريفة هي شاطرة ومؤدبة. وأنا عاد وقتها فرحت إن حسيت اوه ماي جاد كيوت فضحتني وكذا والاستاذه حتى تثق فيني وحطني عريفه. لكن نسيت شيء مهم. انا هنادي وهنادي او على الاقل هنادي القديمه طوائية هاديه ما كانت تعرف تعبر نفسها كثير وخجوله. كيف هذه البنت بهذه الصفات تكون عريفه عشان تمسك فصل وتسكتهم وتقول لهم ايش يسوون وما يسوون؟ يا شايفين معي هذول الشيء ما يجون مع بعض. كان لايك ثاني متوسط او متوسط مره زمان. انا دخلت الفصل والاستاذه قالت يا بنات هنادي عريفه لا حد يتكلم راح تسوي ازعاج راح ارجع الفصل اسمعوا كلامها. سو انا حسيت البنات كانوا عاقلين جلس بمكاني والبنات قاعدين يسفون بصوت عادي يعني ما في صراخ ما في صياح. ما حبيت اكون ذيك العرف المزعجه اللي تسكت كل واحده على كل كلمه. تركتهم وكل شيء كان حلو لين بعدين البنتين اللي ورايا بداوا يسوون اشياء مستفزه. هذول البنتين اللي ورايا كانوا دائما مع بعض يتمشون مع بعض يحلون بيتهم مع بعض مشاريعهم مع بعض يعني ما ضحى على اصدقاء. وما كان معي مشكله صراحه معاهم يعني كانوا ناس حلوين يو نو ما هم سيئين ما هم اميزنج وسط لا بس فيهم. اهم شيء انا قاعده اقيمهم انا حرفيا ما سالف معاهم غير كم يوم. اللي هذه البنتين كانوا قاعد يسوونه انه واحده بدات تطبل منهم وتغني وعشانها وراي انا لفيت 180 درجه وقلت لها الاستاذه قالت هدوء انا عريفه لا تطبلين ولا تسوين ازعاج. سو هذه البنت كانت عنيده واستمرت تطبل واستمرت تغني. والشيء الاحلى من كذا انه صديقتها اللي جنبها قامت تطبل وتغني كمان. الو انا هنا قاعده اتكلم وانا قاعده اعيد اقول الاستاذه قالت لا تسوين ازعاج انت ليش قاعده تطبلين على الطاوله بلا 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 بس ما يعطوني وجه ما يسمعوني ولا حاجه. وانا هنا عصبت وحاولت اخرب الايقاع عليهم. رفعت يداتي في الهواء وقعدت اطقها بالطاوله اقوى واسرع ما عندي يعني على اساس اني اخرب الايقاع عشان ما يقدرون يكملون ويوقفون او على الاقل يسمعوني. لكن الشيء اللي ما توقعت يصير انه بهذه اللحظه تماما الاستاذه تفتح الباب وتدخل. اقسم بالله. المشكله اني انا كنت لافه زي ما قلت 180 درجه. سو الاستاذه دخلت وانا حتى ما حسيت فيها من كثر الازعاج. سو الاستاذه مو بس شافتني قاعده اضغط لا شافتني كمان استمر وهي داخل الفصل. الاستاذه نادت اسمي هنادي ايش قاعد تسوين؟ وانا حطيتك عريفه؟ فانا على طول انفجعت وقمت وقفت وقلت لها استاذه دقيقه خليني اشرح لك. فواحده من البنات نذله ما كان نفس البنات اللي وراي كان واحده من البنات اللي قدام صراحه ما ادري ايش دخلها بتصفعها كف قامت وقالت استاذه هنادي كانت قاعده تسوي ازعاج مع البنات وتطبل. ايش؟ يعني انا ما اصدق كميه نذالة انه هذه البنت تكذب على الاستاذه قدام عيوني. انا وقفت وقعدت اشرح للاستاذه سببي. السبب اللي صراحه ما كان شكله مقنع كثير. ليش؟ اسمعوا اللي راح اقوله الحين. استاذه انا ما كنت قاعده اسوي ازعاج كنت قاعده اطبل على الطاوله عشان احاول اخرب الايقاع عشان ما يطبلون زياده. يا هل اقتنعتوا؟ تحسون كانه عذر صح؟ يب واتوقع انه هذا اللي الاستاذه حسبته. ماني متاكده لو عرفت او لا لكنها ما خاصمتني بس قالت لي اقعدي. واتوقع انه شويتين خاب املها فيني. وهذيك البنت اللي كذبت على المعلمه قدامي اتمنى الدنيا تدور وتحسين باللي حسيت. بس خلونا نكون صريحين صراحه الحركه اللي انا سويتها عشان اسكتهم ما كانت اذكى حركه. يعني كان يمديني فقط ما اوقفهم ما ادري ليش كنت شايله هم بزياده ولما الاستاذه تجي اقول لهم استاذه ذولي كانوا قاعدين يطبلون خاصميهم بس انا اكلتها انا بلعتها تبا تبا. هنادي ها شوفوا مين جاء. لحظه ايش فيه ايش سويت؟ شارب البيبسي حق اليوم. علميني علميني ايش تبيني يا عمري؟ ابغى بيبسي ثاني. تيكي عمري قلبي عيوني البيبسي مضر. طيب انت تشربينه وانت تاكلين كيك طول اليوم. طيب عادي كلي كيك ما منعتك. تيكي انت حرفيا غيمه انت اصلا ما عندك جهاز هضمي انا راح اتضرر لو اكلت كيك طول اليوم. ايش يعني جهاز هضمي؟ يو نو وات انزل ايش رايك ثاني مره لما اجيب بيبسي اصب لك بكاسه صغيره وتخلين الباقي لي. اوكي. جد تيكي انا وانت لازم نصلح نظامنا الغذائي. ايش يعني نظام غذائي؟ قولي لهم الكلام اللي انا علمتك عليه بعدين راح اشرح لك بعد الفيديو. اوكي اوكي اتركوا بليز اذا تحبوني وتحبون هنادي اتركوا بليز اوكي باي 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 باي.